ليكي، أنا بعرف إني حابة يصير إلك مكانة بهي العيلة، وهذا الشيء كتير منيح، بس ما رح تلمسي غراضة لبارفاتي أبدا، لأنه كل شي بغرفتها رح يضل مثل ما تركته هي، حتى أنا كمان. طيب أنا ما رح ألمس شي بهالغرفة. واضح إنك بتحبها كتير. أنت من اليوم بتنامي بهي الغرفة وأنا بنام برا. من بعد ما ماتت مرتي ما عاد أقدر تنام بهي الغرفة. هذا المسلسل متوفر على وياك مجانا وبجودة عالية.